سقوط القمر الصناعي الأوروبي اليوم على الأرض، القمر المنفلت أو الخارج عن السيطرة. يعني أين قد تسقط هذه البقايا؟ وهل بالفعل يعني تغير اتجاهه أو مساره ليبتعد عن الأجواء العراقية؟ حياكم الله ست حنا، السلام عليكم أهلا. ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي قناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم. طبعا تعرفين حضرتك أنه أجواء الكرة الأرضية ملأى بالأقمار الصناعية، يعني أكثر من 5000 قمر صناعي يدور حول الأرض تابعة لدول مختلفة وجهات مختلفة. وطبعا المركبات الفضائية وإطلاق المركبات الفضائية والصواريخ هو مستمر، لم يقف في الدول المتقدمة للآن. يعني فقضية مخاطر سقوط أجسام فضائية من صنع الإنسان هي قائمة أصلا. يعني الصين قبل بال 21 كان الصاروخ الصيني، بال 22 أيضا بقايا الصاروخ الصيني. فالأجواء هي فيها احنا نسمي من الدبرز اللي هي الشظايا ومخلفات الأقمار الصناعية. فالقمر الصناعي ERS 2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية هو أحد هذه المشاكل اللي موجودة بالفضاء. طبعا وهو صار له بالفضاء ترى فتره طويله من خرج من الخدمه، يعني من 2011 هو خرج من الخدمه. لكن تدرين يعني هذه الزوبعه الاعلاميه اللي اثيرت لما تكلمت محطات الارصاد الخاصه بوكاله الفضاء الاوروبيه، وكاله الفضاء الامريكيه، وكاله الفضاء العالميه، والوكالات العربيه بدات تتكلم عن انه هذا القمر الصناعي قريب من الارض. وطبعا فعلا هو قريب من الارض اصبح، لانه الغلاف الجوي يكبح سرعه هذا القمر الصناعي ويبدي تدريجيا بالنزول الى ان يسقط على الارض. طبعا ويسقط على الارض مو بكل كتلته، يعني هو كتلته تقريبا 2 طن، يعني 2.25 طن تقريبا في كل اجزاء. بس لما يدخل الغلاف الجوي حاليا هو اكيد راح يتعرض للاحتراق والضغط الشديد، فلذا راح يجزأ. يعني اكبر قطعه من عنده ممكن تصير 50 كيلو، هاي في احسن في اقوى حالاتها. واحتمالية سقوطه على اليابسة على الأراضي وعلى المدن جدا قليلة، لأن تعرفين حضرتك أنه المحيطات والبحار تمثل أكثر من 70% من الكرة الأرضية، واليابسة ليست كلها مشغولة بالبشر، لذا احتمالية سقوطه على المدن قليلة. طبعا إحنا بالعراق يعني أبشركم أنه تقريبا حاليا على التنبؤات اللي كانت المفروض كان هو سقوطه حسب تنبؤات يعني وكالة الفضاء الأمريكية أو وزارة الدفاع الأمريكية أو وكالة الفضاء الأوروبية، يعني زائد ناقص عن كلامهم تقريبا من 46 دقيقة بتوقيتنا بالعراق إلى تقريبا نقول بثمانية 8:30. طبعا وللآن هو ما سقط، لأن هي مجرد تنبؤات لما يدرسونه ويشاهدونه من خلال الرادارات. طيب دكتور عبد الله، قلت بانه وكاله الآن الفضاء الاوروبيه هو ان سمحت لي، يعني عام 2011 اعلنت عن انتهاء مهمه هذا القمر الصناعي الاوروبي، انتهى عمره الافتراضي وتم استخدام ما تبقى من الوقود لاخراجه عن مداره. هل من خطوات اخرى ربما كان يجدر بالوكاله او يعني يجدر بالوكالات وكالات الفضاء بشكل عام القيام بها بعد انتهاء العمر الافتراضي لاي قمر اصطناعي؟ نعم ست حلا، لا هو حقيقة ترى هو هذا هو ماكو غير هذا الأمر. هو وكالات الفضاء لما يخرج القمر الصناعي عن الخدمة تبدأ تستخدم الوقود المتبقي بإنزاله إلى مدار واطئ. يعني هم نزلوه تقريبا من 700 وشوية إلى 500 وشوية كيلو متر حتى يتكفل الغلاف الجوي بإسقاطه، ولا هو لو باقي بمداره كان ممكن يستمر إلى أكثر من 100 إلى 200 عام يدور حول الأرض. طبعا وخطورته حول الأرض على المشاريع الفضائية كبيرة، لأنه هاي الكتلة اللي هي 12 متر في 12 متر في سمك تقريبا 2.5 متر، هاي الكتلة الضخمة اللي هي تقريبا شاحنتين ونص، يعني حجم 6 متر دور بالفضاء أو 4 شاحنات، ممكن تصطدم مع الأقمار الصناعية اللي موجودة، ممكن تصطدم تتحول إلى شظايا تحيط بالأرض. فهم يتخلصون من عنده بأن ينزلوه بالوقود المتبقي. تقريبا كان 66 أو 65 محاولة مناورة يسموها لإنزاله، أنزلوه فعلا وبقى هو من 2011 لغاية الآن هو يدور بالغلاف الجوي. طبعا هو سريع جدا، يعني حضراتكم يمكن تعرفون أنه تقريبا ساعة ونص، كل ساعة ونص يدور الغلاف يدور حول الكرة الأرضية مرة واحدة. الأقمار الصناعية سريعة جدا، يعني 7 كيلومتر بالثانية. لذا يعني هم ما عندهم غير هذه الحلول، ماكو غير هذه الحلول أنه ينزلوه إلى مدار أوطى وينتظرون شو وقت يسقط سقوط حر. التنبؤات اللي دشوا فيها حضرتك كل ما ينزل أكثر راح تصير تنبؤات
متغيرة. يعني احنا المفروض هسه هو سقط على تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية أو وكالة الفضاء الأوروبية، لكن حقيقة التنبؤات كان بها خطأ بسبب الاحتمالات الكثيرة، يعني تغيرات الغلاف الجوي، سرعته، ممكن تجزئته إلى أجزاء صغيرة. نعم. طبعا يعني أنا أطمنكم أنه احتمالية سقوطه عن ناس جدا 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 قليلة، يعني هذا نحكي احنا 1 من 100 مليار، يعني الاحتمال يعني قد لا يشكل إذن يعني خطرا دكتور عبد الله أو تهديدا للبشر. قلت بأنه ما يصل من القمر الصناعي أبداً للأرض أبداً ليس هو بالكتلة الكاملة، ومصادر قالت ربما 20 إلى 40% من الكتلة الأولية، ولكن عادة دكتور عبد الله هل هناك حالات صمدت فيها بعض القطع ووصلت إلى الأرض؟ نعم ست، يعني هسه انت اطلاق الصواريخ، حضرتك انت تتابعين اكيد، حضرتك تتابعون اطلاق الصواريخ من سبيس اكس او من وكاله الفضاء الامريكيه او الاوروبيه او وكاله الفضاء الفرنسيه، يطلقون صواريخ او يطلقون رحلات فضائيه الى الفضاء الخارجي باستخدام صواريخ دافعه. هذه الصواريخ الدافعه لما تسقط صواريخ كبيره جدا، لكن يسقطوها داخل المحيطات وتكون كتلة ضخمة كاملة يعني، لكن تكون مسيطر عليها وما تأثر على البشر. فلذا سقوط مثل هذه الأجسام وارد، لكن تعرفين حضرتك مثل ما قلت لك أنه الكرة الأرضية أغلبها هي مياه، وحتى اليابسة بها صحارى وبها جبال وبها كذا مناطق غير مأهولة بالسكان، لذا احتمالية التأثير على البشرية كلش قليل. وأبشركم أيضا أنه هو أعتقد حاليا عبر العراق، عبر منطقة العراق، هو يدور بين المغرب العربي وشمال الكرة الأرضية وغرب أمريكا الشمالية وأيضا جنوب الكرة الأرضية. شكرا للتطمينات والإيضاحات أيضا دكتور عبد الله الركابي، رئيس قسم الفلك والفضاء في كلية العلوم بجامعة بغداد، كنت معنا.